السؤال الرابع يقول: هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته، مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟ يجوز الإنسان يقبل محارمه لأخته وعمته وخالته، هذا لا حرج في ذلك. وثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة وقد كانت توعك أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم، الأولى أن لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية، أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس، هذا هو الأولى. نعم، لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة. نعم.